بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة في الله، تكلمنا في الدروس السابقة عن تمهيد لأمور تتعلق بالعقيدة، وهي من الأمور المهمة التي لا نقول ينبغي بل يجب على كل مسلم أن يعيها وأن يعرفها وأن يؤمن بها إيماناً مجملاً، لأن هناك إيمان مجمل وإيمان مفصل. فأما الإيمان المجمل فهو ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا الجميع كل المسلمين يؤمنون به إيماناً مجملاً، أما تفصيل ذلك فهو للعلماء ولطلبة العلم، وهو مما ينبغي أن يتفقه المسلم فيه ليعرف أمور الإسلام والإيمان وما يتعلق بما يقربه إلى الله عز وجل وينجيه عند الله تعالى عند لقائه. وقد ذكرنا أن العبد أول ما يسأل في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه، وهذه الأسئلة يجيب عليها كل مسلم، فكل مسلم يعرف أن ربه هو الله وأن دينه هو الإسلام وأن نبيه هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الملائكة يؤمنون على كلامه ويقولون صدقت وبهذا عرفت، فهذا هو الناجح في الاختبار، وهذا هو الفائز الذي أدى فرائض الله تعالى عليه من التوحيد وأركان الإسلام، بقية أركان الإسلام الخمسة من الصلاة والصيام والحج والزكاة. كل هذه الأمور هي التي يجب على كل مسلم أن يؤمن بها إيماناً مجملاً. أما ما يتعلق بالإيمان المفصل فهو للعلماء وطلبة العلم الذين يعرفون أحكام التوحيد من ناحية تفاصيلها. فمن الإيمان بالله الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بأنه عز وجل لا يجوز أن يصرف لغيره شيء من أنواع العبادة كالدعاء والنذر والصلاة والسجود والطواف وغيرها من أعمال الإسلام التي لا يجوز أن يصرف شيء منها لغير الله عز وجل. فإذا صرف شيئا منها لغير الله نقض إيمانه ونقض توحيده،
كالذي يدعو غير الله ويسأل غير الله، يطوف بالبيت ويقول يا بدوي أو يا حسين أو يا علي أو يا عبد القادر أو غيره من المخلوقات أو الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم، فهذا نقض توحيده ونقض إيمانه وأفسده. ولذلك يجب على كل مسلم أن يؤمن إيماناً مجملاً بهذه الأركان الستة، وأما تفاصيلها أسماء الملائكة أعمال الملائكة وما يدخل فيها تفاصيل اليوم الآخر وما يتعلق وما يكون فيه من نعيم أو عذاب أو غيره، فهذه يؤمن بها المسلم إيماناً مجملاً، وأما تفاصيل ذلك فهي للعلماء وأهل العلم وطلاب العلم الذين يبينون للناس أمور دينهم. ولذلك تكلمنا فيما سبق عن توحيد الربوبية وما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، وأنه عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المدبر وهو المالك، وإذا كان يتصف بهذه الصفات الخاصة بالله عز وجل كالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، فهو إذن هو المستحق للعبادة. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا يستوون. لذلك المسلم يعلم يقينا بأنه لا خالق إلا الله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فالخالق هو المستحق للعبادة، والمالك لهذا الكون هو المستحق للعبادة، والمدبر لهذا الكون هو المستحق للعبادة، والرازق لجميع الدواب التي في الأرض وفي السماء، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالرازق هو الله عز وجل، العالم بما كان وما يكون، وسيأتينا تفاصيل هذه الصفات لله عز وجل في ثنايا هذه العقيدة التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي في الحقيقة وإن كانت مختصرة لكنها جامعة لأمور الدين، أمور العقيدة وما يتعلق بالله وبملائكته وكتبه ورسله، وما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر وتفاصيلها، وما يتعلق بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو اعتقادنا فيهم وماذا يجب علينا نحوهم، وماذا يكون في الآخرة وماذا يكون قبل ذلك في القبر من العذاب والنعيم، وماذا يكون كذلك في عرصات القيامة من الحوض والميزان والصحف والصراط والجنة والنار، وكل ما يتعلق بتفاصيل ذلك تعرض لها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله في هذه العقيدة التي سماها العقيدة الواسطية. ونحن نعلم أن سبب تسمية هذا الكتاب وهذه العقيدة بالواسطية أنه رجل يقال له رضي الدين الشافعي، قدم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من أهل واسط من قضاة واسط، وسأله أن يكتب له عقيدة يعرف بها دينه ويرجع فيها إلى قومه وإلى جماعته ليفقههم في الدين. فاعتذر منه شيخ الإسلام وقال كثير من العلماء قد كتبوا عقائد كثيرة فيكفي. فألح عليه الرجل وقال أريد أن تكتب لي عقيدة، لأن التتر في ذلك الوقت، معروف أن التتر دخلوا بغداد عام 656 للهجرة وحصل منهم شر كبير، فقتلوا المسلمين وقتلوا العلماء وقتلوا القضاة وعاثوا في الأرض فسادا وحصل منهم شر كبير،
فأراد هذا الشيخ من شيخ الإسلام ابن تيمية أن يكتب له عقيدة يرجع بها إلى قومه في واسط من بلدان العراق، ليعلمهم ما هي العقيدة الصحيحة التي يواجه بها العبد ربه. فكتب شيخ الإسلام رحمه الله هذه العقيدة من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، كتبها من حفظه، وهذا يدل على علمه وعلى إحاطته. ولذلك قال العلماء قد جمع الله له، يعني لشيخ الإسلام ابن تيمية، علوم الكتاب والسنة بين عينيه، يأخذ منها ما يشاء ويدع منها ما يشاء. كان عالما كبيرا حافظا للقرآن والسنة ولأقوال الصحابة وأقوال السلف، ولذلك كتب هذه العقيدة مؤسسة على أسس متينة وعلى عقيدة راسخة أخذها من القرآن الكريم ومن السنة الصحيحة ومن كلام الصحابة وكلام أئمة السلف. وقال فيه بعض العلماء كابن دقيق العيد، ومن العلماء الكبار الذين شهدوا لشيخ الإسلام ابن تيمية بالعلم والفقه والرسوخ في الدين، قالوا كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، هو ليس بنبي وليس بمعصوم، ولكن الله عز وجل قيض هذا العالم الكبير ليرد على المبتدعة الذين أتوا بأشياء ليست في القرآن ولا في السنة من كلام الفلاسفة ومن عقولهم ومن استحساناتهم، وجعلوها عقيدة للمسلمين يوالون عليها ويعادون عليها، يدخل فيها الإنسان في الإسلام أو يخرج من الإسلام. فبين الشيخ الإمام أحمد بن تيمية شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي، وحران من بلدان من مدن العراق، وحصل من هذا العالم الكبير أن وضح للمسلمين عقيدة أهل السنة والجماعة، وردهم إلى الكتاب والسنة، وبين لهم أن عقيدتنا نأخذها من كتاب الله عز وجل ومما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما كان يقوله الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم لقيوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه وشاهدوا التنزيل وفهموا عنه صلى الله عليه وسلم مقاصد الشريعة. ولذلك إذا جاءنا شيء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور العقيدة فإننا نؤمن بها كما جاءت، لا نحرف ولا نغير ولا نبدل ولا نؤول كما فعل المؤولة أو المعطلة أو المحرفة أو الجهمية أو غيرهم من الطوائف من القدرية والمعتزلة وغيرهم الذين حرفوا وغيروا وبدلوا وجعلوا كلام الرجال وكلام الفلاسفة مقدماً على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فجاء شيخ الإسلام رحمه الله ورد على هذه الطوائف، رد على الفلاسفة وعلى المناطق وعلى أصحاب هذه المذاهب جميعها، وبين الحق من الكتاب والسنة، وبين ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، وأن هذه هي العقيدة التي فيها النجاة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الفرقة الناجية المنصورة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. هذه الطائفة هي التي على الكتاب والسنة المتمسكة بالعقيدة والمتمسكة بالشريعة والمتمسكة بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته رضوان الله عليهم، لا يقبلون التغيير ولا التبديل ولا التأويل ولا التحريف
إنما يأخذونها عقيدة صافية نقية لهم فيها حجة عند الله عز وجل. فلذلك ألف هذه العقيدة وكتبها وأخذها هذا الرجل الذي يقال له رضي الدين الشافعي على مذهب الشافعية في الفروع في الفقه، وأخذ هذه العقيدة ونشرها في بلاد واسط وفي العراق وفي غيرها، ثم انتشرت بين العلماء وبين طلبة العلم وتصدوا لها بالشرح والبيان والتفصيل. فشروح هذه الرسالة كثيرة جدا، واهتم بها العلماء لأنها عقيدة جامعة مختصرة يستطيع طالب العلم النشيط أن يحفظها، وبعض طلبة العلم ولله الحمد يحفظون هذه العقيدة، يحفظونها عن ظهر غيب، عن ظهر قلب يحفظونها غيبا، وهذا من فضل الله عليهم، لأن حفظ المتون هذا مما يقوي قواعد العلم عند طالب العلم، وإذا توسع في العلم رجع لهذه القواعد اللي هي المتون، متون العلم، وتسمى الأصول. ومن حفظ الأصول ضمن الوصول، ومن حفظ المتون حاز الفنون، وكما قال بعضهم فاحفظ فكل حافظ إمام. الإمامة في الدين تأتي بحفظ نصوص الشريعة، وأولى ما يحفظ ويهتم به القرآن الكريم. ولذلك كان بعض العلماء لا يقبل أحدا في حلقته يأخذ عنه العلم حتى يحفظ القرآن، فيسأله تحفظ القرآن فيقول لا، فيقول اذهب واحفظ القرآن ثم تحضر إلى حلقة العلم، لأن القرآن هو أصل العلوم، وهو الذي يفتح المدارك، ويستطيع العبد به سبحان الله أن يفتح له كثيرا من مدارك العلم وأمورها. فيبدأ بحفظ القرآن، ثم حفظ الأحاديث الصحيحة كالأربعين النووية، ثم يحفظ المتون، متون في العقيدة، ومتون في الفقه، ومتون في التفسير، ومتون في القراءات كالشاطبية وغيرها من متون العلم القراءات، ويحفظ هذه المتون، ويحرص طالب العلم على الحفظ وهو صغير، لأن العلم في الصغر كالنقش في الحجر يبقى معه إذا كبر. ويذكرون عن الشيخ الشنقيطي صاحب التفسير أضواء البيان أنه كان يردد محفوظاته حتى بعد أن كبر الشيخ وأسن وأصبح كبيرا في العلم وكبيرا في السن، فلا يغفل عن ترديد هذه المحفوظات حتى لا ينساها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقلها. ويقول مثل صاحب القرآن مثل صاحب الإبل، إن عاهد عليها أمسكها، وإن تركها تفلتت عليه. فكان السلف رحمهم الله يتعاهدون القرآن، إذا حفظ منهم العبد سورة حفظها وعمل بما فيها. يقول عبد الله ابن مسعود وغيره من السلف كنا لا نتجاوز 10 آيات من القرآن حفظا حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. قالوا فجمعنا العلم والعمل جميعا. هكذا كان سلف هذه الأمة يحفظون ويفهمون ويعملون، لأن ثمرة العلم هو العمل، والعلم بدون عمل ما ينفع، لابد من حتى أيضا أن العلم يرسخ ويبقى ويثبت إذا طبقه العبد وامتثله. فإذا علم مثلا أن الرواتب السنن الرواتب بعد الصلوات هي 12 ركعة، فهو يطبقها 2 ركعة قبل الفجر،
وأربعا قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، عرف أن هذه الرواتب فيستمر عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في يوم اثنتا عشرة ركعة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة وقصرا في الجنة. كل يوم يبني الله عز وجل لك قصرا في الجنة بهذه الاثنى عشر ركعة يحافظ عليها العبد. وإذا كان يعرف أن الوتر من السنن المؤكدة التي ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر، فكان يحافظ عليها حتى في سفره عليه الصلاة والسلام وهو منهك ومتعب، كان يحافظ على ركعتي الفجر وعلى الوتر، لا يترك عليه الصلاة والسلام سنة الفجر لا في سفر ولا في حضر، وكذلك الوتر كان يوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشر ركعة، ما زاد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة عليه الصلاة والسلام. وكان إذا نام عن وتره أكملها بعد شروق الشمس إلى وقت الظهيرة، أكملها لكنها شفعا، بدل 11 يصلي 12 ركعة عليه الصلاة والسلام. فإذا الامتثال في معرفة العلم وتطبيقه مما يؤدي إلى حفظه وإلى حفظ هذه المسائل، وإلى أنها تكون معه في حياته يوميا. كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقول: خذوا عني مناسككم، ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. كان الصحابة رضي الله عنه يأخذون عنه أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام، وهذه هي سنته، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية، هذه كلها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يتحلقون على عنده صلى الله عليه وسلم ويأخذون العلم عنه، القرآن والسنة، أقواله، أفعاله، حركاته، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله عندما ألف هذه العقيدة أخذها من القرآن الكريم ومن السنة الصحيحة ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك قال في بداية هذه الرسالة العظيمة المختصرة، افتتحها بالبسملة، فقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. طبعا السلف رحمهم الله اقتداء بالقرآن الكريم واقتداء بالسنة المطهرة يبدأون مؤلفاتهم وخطبهم بالبسملة والحمدلة، بسم الله الرحمن الرحيم، بالحمد لله رب العالمين، بشهادة التوحيد، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في خطبهم وفي مناسباتهم وفي مؤلفاتهم يبدأون بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمر ذي بال، يعني له أهمية وله قيمة، لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم أو أبتر أو أقطع، يعني ناقص البركة، فهذا فضل. أول حاجة أن فيه أجر، لأن الحمد لله فيها عشر حسنات، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ولذلك علماء الحديث الذين كانوا يحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حديث
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيستكثرون من هذه الصلاة لفضلها. والله عز وجل يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي. أي فضل هذا وأي عظمة! الله عز وجل في جلاله وعظمته وهو فوق عرشه يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله، يعني عز وجل وملائكته، كم لله من ملائكة لا يحصون عددا. في حديث أن أطت السماء وحق لها أن تأط، والأط هو الحركة كما هي حركة الركب على الدابة، إذا ركب الإنسان يحس له أطيطا وحركة وصوتا. فيقول: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر أو أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو قائم أو راكع لله عز وجل. السماوات ما سعتها، البيت المعمور بيت العزة يدخله كل يوم من الملائكة 70,000 لا يعودون إليه أبدا. كل يوم 70,000 يدخلون بيت العزة، البيت المعمور في السماوات العلى، يدخلونه 70,000 لا يعودون إليه أبدا. ملائكة الله عز وجل يصلون على رسوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعطر مجالسنا بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، بل في الحديث الذي رواه الإمام مسلم فضل، ونسمعه دائما على المنابر الجمعة: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. يعني شوف فضل الله عز وجل، أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يصلي الله عليك 10. هذا الكرم، الكرم الإلهي، فهذا فضل من الله عز وجل. ولذلك الإنسان إذا لزم هذه الصلاة، كما قال الصحابي، قال: يا رسول الله كم أجعل لك من ذكري؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو أفضل. قال: النصف يا رسول الله. قال: ما زدت فهو أفضل. قال: الشطر. قال: إن زدت أفضل، هذا بركة، وإن زدت أفضل. قال: أجعل لك ذكري كله يا رسول الله، يعني دائما أصلي عليك. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. في أفضل من هذا؟ أن يكفيك الله الهم ويغفر الله تعالى لك الذنب بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان علماء السلف يبدأون كتبهم وخطبهم ومؤلفاتهم بالصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله النبي الهاشمي الأمي، الذي ولد في هذا البلد المبارك، البلد الأمين في حرم الله عز وجل، فصلوات الله وسلامه عليه. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. طبعا هذه الشهادة لله عز وجل بالتوحيد، وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية. هذا التشهد كما ذكرت لكم ثناء على الله تعالى، لأن التوحيد هو أصل الإيمان، وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار، والتوحيد هو ثمنه الجنة. ثمن الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. سلعة الله غالية وثمنها التوحيد والصلاة والصيام والحج والزكاة وصلة الأرحام وبر الوالدين والأعمال الصالحة، هي هذه مهر الجنة. والمهر إنما يقدم في الدنيا، الدنيا دار عمل، والآخرة هي دار الحساب والجزاء. فلذلك ثمن الجنة وأعظم ثمن لها هو التوحيد، ولا يصح إسلام أحد إلا بالتوحيد. فناسب أن يذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه المقدمة في مبتدأ هذه العقيدة المباركة، تذكيراً بأصل الدين وأساس الملة.
أما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة من الله على رسوله هي الثناء عليه وذكره في الملأ الأعلى، والملأ الأعلى هم الملائكة، الملائكة المقربون، حملة العرش، الملائكة العظام جبريل وميكائيل وإسرافيل، رؤساء الملائكة وغيرهم من الملائكة، يثني الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وهذا إظهار لفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفه وتكريمه وتقريبه لله عز وجل. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد هذه المقدمة: أما بعد، وهذه كلمة تقال للفصل بين السابق واللاحق لبيان يعني لأهمية الأمر الذي سيأتي. أما بعد، يقال أن أول من ابتدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. طبعا بيان أصل هذه الرسالة هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. طبعا الاعتقاد هو ما يعتقده الإنسان ويجزم به، إذا جزم العقل القلب بشيء وصدقه فالمراد به الإقرار بالتصديق والالتزام بهذه العقيدة. طبعا يدخل في الاعتقاد اليقين والظن الغالب، فهذه الرسالة المباركة العقيدة الواسطية اشتملت على بيان عقيدة الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة. ومعنى أهل السنة أنهم ملتزمون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا ينتسبون لشخص ولا لمقالة ولا لطائفة، إنما ينتسبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والجماعة جماعة المسلمين، فهم ليسوا مفترقين وإنما هم متوحدين ومجتمعين على هذه العقيدة وعلى هذه السنة التي أمر الله عز وجل بالاعتصام بها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله عز وجل ذم الذين يتفرقون: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله واحد، وهو الإسلام والتوحيد والعقيدة والسنة والجماعة، فلا يخرج المسلم عن جماعة المسلمين. ولذلك جاء في الحديث: من خرج على المسلمين وعلى إمامهم فاضربوا عنقه كائنا من كان. من جاءكم وأمركم جميع مجتمعين على إمام واحد يريد أن يفرق جمعكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، لأنه يريد أن يفرق كلمة المسلمين. وقوة المسلمين في وحدتهم واجتماعهم ووحدة عقيدتهم، فهم لا يجتمعون إلا على السنة وعلى التوحيد وعلى العقيدة السليمة. أما إذا أخذوا بآراء الرجال وبأقوال الفلاسفة وبما استحسنته العقول وتركوا ما في الكتاب والسنة فإنهم يضلون. ولذلك سورة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة، ولا تصح صلاة مسلم إلا بتلاوتها، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، لأنها هي الركن. لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الله عز وجل قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء هم الذين أمرنا باتباعهم والاهتداء بهديهم، وهم الذين أنعم الله عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم الذين علموا الحق وتركوه، كما جاء في بعض الأقوال أنهم اليهود الذين عرفوا الحق، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون أنه على الحق وأنه رسول الله حقا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم
ومع هذا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، والذين هم في المقدمة، مقدمة عداوتهم للمسلمين، ولا تزال عداوتهم. الله عز وجل ذكر عنهم أنهم لا يزالون يفسدون في الأرض إلى قيام الساعة. قال عز وجل: ويسعون في الأرض فسادا. يسعون فعل مضارع يفيد الاستقبال والاستمرار. فالله عز وجل أمرنا بأن ندعوه، بأن نهتدي بصراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم، وكل من علم الحق وتركه فهو يدخل في المغضوب عليه. والضالين الذين يعبدون الله على جهالة، جهلاء كالأحبار كالرهبان والقساوسة وغيرهم من الطوائف الذين يعبدون الله على جهل، فيقعون في الشرك ويقعون في البدع ويقعون في الضلالة. فنحن في كل صلاة ندعو الله عز وجل أن يهدينا صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا أمرنا بأن ندعو بهذا الدعاء في كل صلاة وفي كل ركعة، ولا تقبل صلاة أي مسلم إلا أن يقرأ بفاتحة الكتاب اللي هي السبع المثاني والقرآن العظيم. ولم ينزل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا فضل هذه السورة العظيمة، قال: لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن أفضل من هذه السورة، سورة الفاتحة. لقد آتيناك، يعني أعطيناك هذا العطاء ومنحناك، آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هي القرآن العظيم وهي السبع المثاني اللي هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب. فلذلك كان الفرقة الناجية المنصورة هم أهل السنة والجماعة، وهم الذين على الحق، وهم الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بجملة أوصاف. وصف هذه الفرقة بأنها الفرقة الناجية، يعني الناجية من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة، وإن أصيبت بالبلايا والزلازل والمحن والفتن في الدنيا فهي ناجية من عذاب الله في الآخرة، كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب، عذابها في الدنيا الزلازل والبلابل والفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيكون في هذه الأمة فتن عظيمة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الأمة بأن تتوحد وأن تعتصم بحبل الله، وأن يكون هناك الأخوة الإيمانية والأخوة الإسلامية. الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة. إخوة أقوى من أخوة النسب، أخوة الدين أقوى من أخوة النسب، هي الباقية. الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقي. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقي. يوم القيامة فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، جمع أهله وقال: يا عباس، يا عم رسول الله، ويا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم فأقول قد بلغتكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. جميع الأسباب والأنساب تنقطع إلا الإيمان والعمل الصالح. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فالنسب هو الإيمان والعمل الصالح. ولذلك وصف الله تعالى هذه الفرقة الناجية بأنها نجت من الأهواء ونجت من البدع في الدنيا ونجت من النار في الآخرة،
ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالمنصورة إلى قيام الساعة، لأن هذه الأمة وإن حصل فيها ضعف، وإن حصل فيها تفرق، وإن حصل فيها تشتت، وإن تسلط عليها الأعداء، لكنها أمة موعودة بالنصر إذا رجعت إلى دينها. إن تنصروا الله ينصركم. فإذا رجعنا إلى الله وإلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم واعتصمنا بها، نصرنا الله على أعدائنا. أما إذا تفرقنا وتشتتنا وأصبح بعضنا يسب بعضا، وبعضنا يقاتل بعضا، وبعضنا يسم هذا بالتكفير وهذا بالتفسيق وهذا بالأقوال الباطلة وهذا بالبدع وهذا بغيرها، فتفرق الأمة وتضعف. ونعى الله تعالى على الذين يفرقون دينهم ويكونون طوائف وشيع وأحزاب. ليس هناك أحزاب في الإسلام، إنما هو أهل السنة والجماعة، اعتصام بالكتاب والسنة. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. إذن هذه الأمة موعودة بالنصر والظهور إلى يوم القيامة. وصفها بأهل السنة والجماعة لأن شعارها هو السنة والجماعة دون البدعة ودون الفرقة. وكل هذه الأوصاف جاءت بها الأخبار، وجاءت بها الأحاديث، وجاءت بها الروايات الحديثية، كما في الحديث المشهور في السنن والمسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وفي لفظ على 73 ملة، وفي رواية قالوا يا رسول الله الصحابة: يا رسول الله، من الفرقة الناجية؟ يعني حرصهم على العلم رضي الله عنهم، حرصهم على النجاة، من هي الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هنا الميزان، الميزان عندنا ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته. وهو عليه الصلاة والسلام لم يلتحق بالرفيق الأعلى، لم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد بيّن للأمة كل شيء، أمور دينها عامه وخاصه، أصول الدين وفروعه. ترك الأمة على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. حدثنا بما كان وما يكون إلى قيام الساعة، حتى دخل أهل الجنة إلى منازلهم، ودخل أهل النار والعياذ بالله إلى منازلهم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل له: من هي الفرقة الناجية؟ قال: هي الجماعة، يد الله على الجماعة. وأما وصف هذه الفرقة بالناجية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وإن تفرقوا في البلدان، يعني هذه الفرقة ليست في بلد واحد معين، إن تفرق هذه الفرقة أهل السنة والجماعة، وإن كانوا في كثير من بلدان المسلمين وغير المسلمين، لكنهم يعتبرون فرقة واحدة لأنهم على عقيدة واحدة. لكن حين ينزل عيسى عليه السلام يكونون في الشام، يكونون في الشام، تجتمع أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية عند نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان من أشراط الساعة الكبرى، يكون نزولهم في دمشق على المنارة البيضاء شرقي دمشق، واضعا يديه على أجنحة ملكين كأنما خرج من ديماس، يعني من حمام، يتحدر منه الماء كما يتحدر الجمان، ينزل على المسلمين وهم يصلون الفجر فيصلي خلف إمامهم. وهذه هي الفرقة الناجية المنصورة في الشام حين نزول عيسى عليه السلام. لكن هذه الفرقة الآن هي في كثير من بلدان المسلمين. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله: من هم أهل السنة والجماعة؟ ما هي الفرقة الناجية؟
قال هم أهل الحديث، أهل السنة، يعني الذين يأخذون بكتاب الله عز وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. هذا وعد صادق متحقق، ولله الحمد، فإنه لم يزل ولا يزال طائفة على الحق قائمة بالهدى ودين الحق ظاهرة بالحجة والبيان واليد والسنان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ومع قيام هذه الطائفة وظهورها فإنه لا يتمكن ملحد ولا مبتدع من إفساد عقيدتهم بغلو أو انتصار على أهل الحق. الحق منصور وممتحن كما قال الإمام ابن القيم، الحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الأمة أمة مرحومة، ليس عليها في الدنيا عذاب، في الآخرة عذاب، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. هذه بشارة لهذه الأمة أنها لا تزال طائفة منها على الحق منصورة، وما يصيب هذه الأمة من الفتن ومن القلاقل ومن الزلازل ومن المحن فهو تكفير لها، لأنها ليس عليها في الآخرة عذاب، قدم الله عذابها في الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه بشارة لهذه الأمة من سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، يقول: كان لكل نبي دعوة دعا بها على قومه، فنوح دعا على قومه، وموسى دعا على قومه، وإبراهيم أيضا دعا، وأما أنا فقد خبأت دعوتي إلى يوم القيامة شفاعة لأمتي. فهذا فضل من الله، والله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولسوف يعطيك، كما قال عز وجل في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولن يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تدخل أمته الجنة، فهذا فضل من الله. وهذه الأمة أكثر أهل الجنة، أهل الجنة 120 صف، 80 صفا من هذه الأمة، أكثر من نصف أهل الجنة هم من هذه الأمة، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ففضائل هذه الأمة عظيمة لفضل كتابها ولفضل رسولها صلى الله عليه وسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة خاصة به دون الأنبياء جميعا، لا آدم ولا إبراهيم ولا نوح ولا موسى ولا عيسى، كلهم يتخلون عن الشفاعة، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها وأنا لها. فهو صاحب الشفاعة العظمى وصاحب الحوض المورود وصاحب اللواء المعقود، وأول من يفتح له الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول أمة تدخل الجنة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون. ولذلك يقال أن عيسى عليه السلام وهو من أولو العزم روح الله وكلمته ومن أفضل الأنبياء عليه السلام، لما وجد وصف هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام في الإنجيل وجد وصفها عظيما، دعا ربه أن يكون واحدا من هذه الأمة. فهل حقق الله لعيسى دعوته؟ نعم، عيسى لا يزال حي في السماء ولم يمت ولم يقتل، وسينزل آخر الزمان على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بالإسلام، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بالإسلام ويصلي مع المسلمين ويصلي بهم ثم يموت ويصلي عليه المسلمون. فهو واحد من هذه الأمة، فهو نبي وصحابي
يحكم بالإسلام، فدعا ربه أن يكون واحدا من هذه الأمة لما رأى من فضل هذه الأمة وشرفها وعظمها عند الله عز وجل وعظم كتابها وعظم نبيها، فدعا الله أن يكون واحدا من هذه الأمة فاستجاب الله دعاءه عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لقيه ليلة الإسراء والمعراج، لقيه في السماء وسلم عليه وقال أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح وهو حي. سلم عليه الرسول وألقى عليه التحية ورد عيسى عليه السلام التحية، وسينزل عليه السلام، ولذلك هو في السماء الثانية، عيسى في السماء الثانية وآدم في السماء الدنيا. الأنبياء مقسمين على السماوات، وسيأتينا هذا بإذن الله في حديث الشفاعة الطويل التي هي شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إذا صار معنا وقت أيضا لإبراز حديث الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا رأى من الآيات العظيمة في السماوات السبع، وارتفع إلى فوق السماء السابعة إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم عرج به، إلى مكان يسمع فيه صريف أقلام القدر تكتب، وسمع كلام الله عز وجل وخاطبه وفرض عليه الصلوات الخمس. إذن هذه الأمة فضائلها عظيمة، فهي منصورة بنصر الله عز وجل لها. أما بالنظر إلى أحوال الفرق وأقوالهم وما هم عليه، فهذا يتبين من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، حيث قال إن أحق الناس وصفا بهذه الفرقة الناجية هم أهل الحديث وأهل السنة، إذ هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب، يعني ليس عندهم بدع ولا خرافات ولا خزعبلات. الدين هو ما قاله الله وقاله الرسول وما كان عليه السلف، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الدين كامل، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وليس هناك بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، البدعة ضلالة. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع ومن الضلالات ومن الافتراء في الدين ومن التغيير ومن التحريف، وقال تمسكوا بالكتاب والسنة. إذن أهل السنة والجماعة ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لهم كتاب يتخذونه قائدا إلا القرآن الكريم. هم أعلم الناس، الصحابة رضي الله عنهم وأتباعه، هم أعلم الناس بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبأحواله، وأعظمهم تمييزا بين الصحيح والسقيم. لنعلم أن هناك حديث موضوع وحديث ضعيفة، لكن بينها العلماء وألفوا كتبا فيها لبيان الأحاديث الموضوعة، يعني الموضوع المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث الصحيحة فقد دونها العلماء وبينوا درجتها وصحتها، لأن الحديث هو الوحي الثاني، وهو الذي نأخذ منه ديننا بعد القرآن الكريم، فإذا لابد أن نتأكد من صحته. وقد أجمع العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن هو صحيح الإمام البخاري، ثم صحيح الإمام مسلم، ثم السنن الأربع، سنن الدارمي، سنن ابن ماجه، وسنن النسائي وأبو داود والترمذي، هذه السنن الأربع. ثم المسانيد، مسند الإمام أحمد، مسند الطيالسي، مسند عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، موطأ الإمام مالك، كل هذه دواوين السنة التي أخذ منها العلماء وبينوا صحيح الحديث من ضعيفه. مسند الإمام أحمد فيه نحو 40,000 حديث، الصحابة رضي الله عنهم كثير مما في الصحيحين موجود في مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأنه هو شيخ البخاري وشيخ مسلم. والإمام مالك رحمه الله أيضا له الموطأ،
وأكثر روايات الصحيحين تجدها عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فهو من شيوخ البخاري، وإن كان لم يدركه لكنه من شيوخ شيوخه. فإذا أهل السنة والجماعة يشترطون في الأحاديث أن تكون صحيحة أو حسنة، لأنها دين يأخذ منها الإنسان عقيدته، ويأخذ منها عبادته، ويأخذ منها المسلم أحكام دينه. ولذلك قال: هم أعلم الناس بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبأحواله. أحوال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ماذا كان يعمل في بيته عليه الصلاة والسلام من الأمور التي تخفى على الناس حتى على الصحابة. كان أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة وغيرهم من أمهات المؤمنين يروون ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، حتى غسل الجنابة بيّنوا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل. تقول عائشة: أغتسل منه في وأنا وهو وغيره من إناء واحد عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام في مهنة أهله كما قالت عائشة، وكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، فهو بشر مثله مثل البشر في أحواله في بيته. لكن ما كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام هو تشريع للأمة. فإذا كما قال بعض العلماء: ليس هناك عظيم تعرف حياته العامة وحياته الخاصة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. العظماء ما يدرون الناس ماذا يفعلون في داخل بيوتهم أو أحوالهم أو في سفرهم أو في قصورهم أو في غيرها، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحواله في مع الصحابة وفي بيته وفي مسجده وفي ليله وفي نهاره واضحا كالشمس عليه الصلاة والسلام، يروون عنه صحابته حتى أمهات المؤمنين في: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أمر الله أمهات المؤمنين أن يأخذن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوله وما يفعله وما يروونه عنه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي، فقدت في فراشه، فخرجت أبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، فوجدته عليه الصلاة والسلام ساجداً لله عز وجل، عليه الصلاة والسلام ساجد في البرية لله عز وجل يتعبد. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فلما دخل إذا عائشة في البيت قد سبقته ونفسها يتردد. قال: ما لك يا ابنة الصديق، نفسك أنت السواد الذي كنت خلفي؟ قالت: أجل يا رسول الله، رضي الله عنها وأرضاها. فوضع يده على صدرها وقال: أردت، هل شككت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني أنت خشيت من شيء؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته العامة وحياته الخاصة كان واضحا للناس، لأنها سننه صلى الله عليه وسلم يرويها. ولذلك من الحكمة في أنه تزوج عليه الصلاة والسلام 11 امرأة، جمع بين 9 نساء عليه الصلاة والسلام لينقلوا للأمة حياته الخاصة عليه الصلاة والسلام. فنقف إلى هنا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يكبت أعداء الإسلام، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن يحفظ على المسلمين دينهم وقيادتهم وعقيدتهم في هذه البلاد وفي بلدان المسلمين، أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.